عملية تصويت على مشروع القانون التنظيمي 04/21. لذلك أطلب منكم هدوءا تاما إذا سمحتم. المادة الأولى من مشروع القانون التنظيمي تتضمن كما هو في علمكم السيدات والسادة أعضاء اللجنة، تتضمن عددا من المواد والتي سنعرضها للتصويت تباعا. المادة الأولى ورد بشأنها تعديل من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية الكلمة لأحد مقدمي التعديل. سيد الوزير، السادة النواب، شكرا سيد رئيس، سيد الوزير، السادة النواب وسيدات النائبات، هذا التعديل سيد رئيس اللي كنتقدموا به يروم ضمان أنه مجلس النواب المقبل يكون فيه الشباب والجالية. احنا مع الجهوية وكانت من اقتراحاتنا، ولكن مع كامل الأسف الصيغة الحالية للمشروع كتنهي مع واحد المرحلة ذهبية من حضور الشباب داخل مجلس النواب. أنا حزين سيد رئيس، والشباب المغربي اللي انخرطوا في الأحزاب أعتقد جازما أنهم اليوم ما غيكونوا السعداء، لأنه واحد الآلية ناضلت عليها المنظمات الشبابية الحزبية، وملي تلاقت مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية كلهم أكدوا لها أنهم مع حضور الشباب داخل المؤسسات، وخطب جلالة الملك واضحة في دعم تمثيلية الشباب، الدستور واضح. ومع كامل الأسف اليوم كفريق في المعارضة اعتبرنا بأنه هذا الأمر يجب أن يطرح في الجلسة العامة، رغم النقاش العميق اللي كان بيننا وبين السيد وزير الداخلية، ولكن اليوم مع الأسف هذه الآلية لم تمكن من انخراط الشباب في النظام الانتخابي العام. مع الأسف كانوا فيها مشاكل في الولوج لدى بعض الأحزاب، ولكنها ليست مبررات للقطع، ليست مبررات لنتجاوب مع أطروحات شعبوية تصفها بالريع. أنا حزين سيد رئيس مجلس النواب، لأنه تقييم تواجد الشباب خلال ولايتين كان عنده بشهادتكم دور أساسي في العملية التشريعية والعملية ديال أيضا هذا الأمر اللي قلت. التعديلات الأخرى السيد رئيس مرتبطة بهذا التعديل، وغادي نكون ما غاديش نتكلم فيهم بزاف. ما قلته على الشباب ينسحب على الجالية. اليوم جميع المكونات الحزبية نادت بتمثيلية الجالية في مجلس النواب. اليوم مرة أخرى نخلف جميعا كقوى سياسية وكأحزاب الموعد مع التاريخ في تمثيلية الجالية داخل مجلس النواب، رغم عطاءاتهم، رغم نضالاتهم، رغم أنهم صوت للبلاد ولمصالحه ولقضاياه العادلة في الخارج. أنا اليوم حزين سيد رئيس، لأنه مجلس النواب بجميع مكوناته لم يستطع، لم يتمكن من أن يضمن عبر القانون حضور الشباب وحضور الجالية في تركيبة مجلس النواب. شكرا. شكرا. الكلمة لكم السيد الوزير. شكرا السيد الرئيس، الحكومة كترفض التعديل. أعرض هذا التعديل للتصويت. الموافقون 15. المعارضون شحال؟ 140 شحال؟ 140. الممتنعون شحال؟ شحال؟ لا شوف التاس حيد 7 ديال التاس حيد 143. لا ما ديروش بحال هكذا، حسبوا شنو كاين. لا ماشي بحال هكذا. لا قول لي دابا الممتنعون والمعارضون. يا اسماء المعارضون 133 هي العداله. شنو العداله؟ 144 ديال 7 بي بي اس. والممتنعون 111. الممتنعون 111. العداله الكليه كلها ممتنعه زائد 7 بي بي اس. ا
معذرة، نعيد تصويت. السادة السيدات والسادة النواب، الموافقون 18، المعارضون حل، الممتنعون شحال، الممتنعون شحال، 8 لا ماشي بحال هكذاك، بحال هكذاك اسمع. الموافقون 18، المعارضون 244، الممتنعون 8. المادة الأولى من المادة الأولى ورد في شأنها تعديل من نائبين مصطفى الشناوي وعمر بلافريج. لكم الكلمة سي مصطفى. سحب. شكرا. أعرض للتصويت المادة الأولى من المادة الأولى كما صادقت عليها اللجنة. الموافقون 258 شحال؟ 262. والمعارضون؟ لا أحد، لا واحد، لا بلاتي ما عندناش واش معارضين ولا ممتنعين. المعارضون؟ لا أحد، لا أحد. الممتنعون؟ واحد. لا 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 لا، عفوا عفوا، 19. الموافقون 268، المعارضون لا أحد، الممتنعون 19. أعرض المادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة. الموافقون المعارضون الممتنعون واحد، الموافقون الأغلبية، المعارضون لا أحد، الممتنعون واحد. ورد تعديل من نائبين مصطفى الشناوي وعمر بلافريج في المادة السادسة من المادة الأولى. سحب. شكرا سي مصطفى. أعرض المادة 12 من المادة الأولى، الفقرتان الأولى والثانية للتصويت كما صادقت عليها اللجنة. تفضل تفضل سيد الرئيس. توضيح. نعم. أنه عند عد الأصوات كذا وكذا المعارضة وكذا، احنا نحن الفريق الاستقلالي 18، لأن اكتفينا باستدعاء الحصة المخصصة للفريق وفق الإعلان الذي أعلنتم عنه في إطار التدابير الاحترازية. الحصة ديالنا 13 وحضروا الآن 18، بمعنى الفريق الاستقلالي ما استدعاش النواب ديالو باش يجيب إلا وفق العدد المسموح به، غير باش نحسوا باش نوضحوا هذه المسائل. السيد الرئيس أنا أؤكد ذلك. أعرض المادة 12 من المادة الأولى، الفقرتان الأولى والثانية للتصويت كما صادقت على اللجنة. الموافقون المعارضون لا أحد، الممتنعون واحد. سي مصطفى دخل للركب. الموافقون الأغلبية، المعارضون لا أحد، الممتنعون واحد. المادة 13 من المادة الأولى ورد في شأنها تعديل من نائبين مصطفى الشناوي وعمر بلافريج، حتى هو السحب. شكرا.
اعرض المادة 13 من المادة الأولى الفقرة الثانية للتصويت كما صادقت عليها اللجنة الموافقون. المعارضون لا أحد، الممتنعون واحد. الله يهديك سي مصطفى. المادة 22 من المادة الأولى ورد بشأنها تعديل من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية الكلمة لأحد مقدمي هذا التعديل. ما سيد الرئيس؟ تفضل. المادة 22. تمام من المادة الأولى. مادة 22. تماما تماما. مادة 22 كتجي في نفس السياق اللي مع الأسف كنسجلوا. سيدات والسادة النواب من فضلكم الاستماع للسيد النائب، من فضلكم. كتجي في نفس السياق اللي مع الأسف كنسجلوا الرفض ديال الحكومة، واللي كل القوى السياسية الممثلة داخل البرلمان وخارج البرلمان كانت تحث على المشاركة الشباب. كل القوى السياسية داخل البرلمان وخارج البرلمان كانت تشجع الشباب للانخراط في الحياة السياسية. وجينا وقدمنا الاقتراح الأول وتم الرفض ديالو. الاقتراح هذا الثاني في نفس المنحة ونفس المنوال كنقولوا بأنه خص تعطى الدعم للأحزاب السياسية اللي كتشجع الشباب وتشجع مغاربة العالم باش يتصدروا ويكونوا في اللوائح، وباش نشجعوا الناس تدخلوا الانتخابات. راه اليوم كاين الياس، سنوات ردتنا اللور، سنوات راه واحد السيد قالوا له شفناك صغاريتي، قال لهم هذه 10 سنين رجعت 20 عام اللور صغار. وبالتالي بغينا باش الشباب نعطيهم واحد الروح باش يدخلوا وباش يتخارطوا. مع الاسف ما كايناش حتى شي اشاره من عند الحكومه. بغينا هذا الاقتراح اللي طبعا سوف يرفض وطبعا سوف يصوت ضده باش نعطيو اشاره للشباب والمغاربه العالم ان البرلمان المغربي والحكومه مهتمه بهم. شكرا. شكرا شكرا سيد النائب. الكلمه لكم السيد الوزير. شكرا شكرا سيد الرئيس. هذا الدعم العمومي راه جاي التفصيل ديالو في القانون التنظيمي المتعلق بالاحزاب. هذا ماشي بلاصتو، الحكومة كترفضوا. شكرا سيد الوزير. اعرض التعديل للتصويت. تفضل تفضل. لا معارض ولا مؤيد. هذا وفق التقرير اللي توصلنا به، هذا التعديل سحب في اللجنة. مادة 22 الفقرة الأولى كما تقدموا به سحب. الآن طلع الجلسة. هذا كيطرح لنا اشكال سيد الرئيس. سيد الرئيس سي عبد الله. لا تفضل تفضل. سيد الرئيس حنا اللي كنا في اللجنه وحنا اللي حضرنا في اللجنه ديال 12 الليل. الا غلطوا راه غلطوا في التقرير، اما حنا عارفين شغالنا. الحاجه اللي سحبناها ما غندخلوش فيها، والحاجه اللي ما سحبناهاش غادي ندخلوا فيها. سيد الرئيس سي عبد الله. ما كاين مشكل، ما كاين مشكل، ما كاين مشكل. سيد النائب وخلي الكمامه بعدا. يلا تفضل تفضل سيد النائب. سيد الرئيس حنا كنا في اللجنه. طيب. تعديل سحب في اللجنه. أنا أعتقد سي عبد الله سيد النائب سيد النائب. أنا أعتقد سيد النائب سيد النائب إذا سمحت مزيان، بعض التعديلات ممكن سهوا طرحت في الجلسة العامة إغناء للنقاش إغناء للنقاش. السي حجيره الله يهديك. تفضل تفضل. الرئيس مازال شويه عندنا العقل
وكان عقله. جبنا أربعة الأصوات في الاقتراح الأول وفي الاقتراح الثاني، جبنا أربعة الأصوات و37 صوت معارض للاقتراح ديالنا. ما سحبناش هاد لانه منطقي ما يمكنناش نسحبوا واحد الحاجه حنا قلناها في الاول، واش نقترحوا في الاول ونجي واحد نفس المنوال نقولوا لا نسحبوه منطقيا؟ اذا وقع غلط راه وقع غلط في التحرير ديال شكرا 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 سيد النائب. اعرض التعديل لتصويت الموافقون. 18 المعارضون. 200 الممتنعون. 3 لا لا بلاش غير قول لي شحال. الموافقون 18، المعارضون 244، الممتنعون 8. أعرض المادة 22 من المادة الأولى الفقرة الأولى للتصويت كما صادقت عليها اللجنة. الموافقون. سيد الرئيس سي نور الدين. الموافقون المادة 22. 262 المعارضون. الأحد الممتنعون واحد. الممتنعون الموافقون 262، المعارضون لا أحد، الممتنعون واحد. المادة 23 ورد بشأنها تعديل من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. الكلمة لأحد مقدمي هذا التعديل. تفضل السي عمر. السيد الرئيس، هذا في الحقيقة واحد التعديل حنا درناه باش ينسجم مع التعديل اللي درناه في المادة الأولى. ومع الأسف لا نأسف فقط لرفض الحكومة، ولكن نأسف أيضا لتخلي بعض الأطراف على أنه الشباب يكون داخل المؤسسات الدستورية في بلادنا، وسيسجل التاريخ أنه في هذا اليوم كاين اللي تخلى على أنه الشباب المغربي يكون في مجلس النواب. مع كامل الأسف هذا كان عندنا بالنسبة لنا في الفريق الاستقلالي، نقل هذه التعديلات إلى الجلسة العامة رسالة إلى الشباب في الأحزاب أن يستمروا في نضالهم، وأنه إذا كان من نضال ديمقراطي لا يمكن أن يقوده إلا الشباب في بلادنا. شكرا سيد رئيس. شكرا. كلمة إذا ارتأيتم ذلك سيد الوزير. هذا كيف كان الجواب بالنسبه سيدات والساده النواب؟ سيدات والساده النواب سيدات تفضل 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 السيد الوزير. الحكومه كد ما تتقبلش التعديل. شكرا. اعرض التعديل ل تفضل. شكرا السيد الرئيس. حقات الامر كنا كنتمنوا فعلا ان تكون النيه الصادقه باش اننا نضمنوا الاليه ديال مشاركه الشباب، ولهذا احنا في فريق العداله والتنميه ما صوتناش مع هذا التعديل، رغم اننا جنا يعني التعديل ديال اللائحه الجهويه تضم جزئين، جزء مخصص للنساء وجزء مخصص للشباب، وهذه هي الدفعه الحقيقيه اللي تخلي جميع الشباب من جميع الجهات يمكن لهم يكونوا حاضرين في المؤسسة البرلمانية. هذا التعديل حنا كنا ضده لسبب بسيط، هو أنه يمكن لنا نفصلوا حضور الشباب في واحد جوج ديال الجهات فقط. لهذا حنا كنقولوا إذا كان المبدأ ديال مشاركة الشباب خصنا نعمموه على جميع الجهات ديال المملكة، وما يكونش الداعي ديال أنه اللائحة بجزئين ستسهم في الحد من حضور حزب سياسي يخلينا نصوتوا ضدها ونقلبوا على اليه اخرى اللي في حقيقه لن تجيب الا على تطلعات محدوده وشخصيه. شكرا سيد الرئيس. وصل. غادي نعطيك الكلمه جمال غادي نعطيك الكلمه. عمر اعتقد اذا سمحت
طبقا لي ما هو معمول به، وهذه من تقاليدنا، بغي أعيد من جديد وراه طرح هو السؤال. لا أنا معك، تفضل تفضل يا عمر. نرى إلا ما وافقتي لي السيد رئيس ما نتكلمش. لا لا أنا موافق موافق. في الحقيقة أنا كنتكلم في إطار رأي مؤيد. أنا هاد شيء الشباب لا أريد أن أزج به ولا أحاكم النوايا، ونحن لا نفصل في الفريق الاستقلالي، وليس من مصلحة البعض أن يستعدي الجميع. لذلك هذا واحد الاقتراح صادق بقناعة صادقة بأنه الشباب خصو يكونوا في المؤسسات الدستورية في بلادنا. شكرا. جمال شوف جمال 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 مستريين جمال مستريين. أعتقد بأن هناك لا هناك تجاوز. الله يهديك يا جمال، الله يهديك. لا 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 الله يهديك، الله يهديك يا جمال. أعرض التعديل للتصويت، أعرض والله يهديك. لا جمال، المسترى من يقدم وفيما بعد من يعارض، ما كاينش من يمتنع، من يمتنع ما كايناش. يا جمال انت تتبغي دير الفقه. اعرض التعديل للتصويت، الموافقون، المعارضون، الممتنعون، واحد عفوا ثمانية، الموافقون 18، المعارضون 244، الممتنعون 8. أعريض المادة. لا لا إيوا الله يهديك. أعريض المادة 23 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة. الموافقون، 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 المعارضون، الممتنعون، الموافقون 244، المعارضون لا أحد، الممتنعون 19. أعرض المادة 24 فقرة 7 مضافة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة. الموافقون، المعارضون لا أحد، الممتنعون واحد. أعرض المادة 43 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة. الموافقون نفس العدد 262، المعارضون لا أحد، الممتنعون واحد. أعرض المادة 50 الفقرتان الأولى والثانية للتصويت كما صادقت عليها اللجنة. الموافقون نفس العدد، المعارضون لا أحد، الممتنعون واحد. أعرض المادة 71 المادة الثانية للتصويت كما صادقت عليها اللجنة. الموافقون، المعارضون لا أحد، الممتنعون، الموافقون 264، المعارضون لا أحد، الممتنعون واحد. أعرض المادة 77 الفقرة الأولى البند الخامس للتصويت كما صادقت عليه اللجنة. الموافقون نفس العدد،
المعارضون لا أحد، الممتنعون واحد. أعريض المادة 78 الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة للتصويت كما صدقت عليها اللجنة. نفس العدد، المعارضون لا أحد، الممتنعون واحد. أعريض المادة 79 للتصويت كما صدقت عليها اللجنة. نفس العدد، 264 المعارضون لا أحد، الممتنعون واحد. أعريض المادة 80 للتصويت كما صدقت عليها اللجنة. الموافقون نفس العدد، المعارضون لا أحد، الممتنعون واحد. أعريض المادة 83 الفقرة الثالثة للتصويت كما صدقت عليها اللجنة. الموافقون نفس العدد، 264 المعارضون لا أحد، الممتنعون واحد. أعريض ياك لاباس. دابا شوف السيد النائب، إذا سمحت حنا في عملية تصويت، حنا عملية تصويت، خليني نكمل ومن بعد أعمل الملاحظة. أشنو هي المادة؟ المادة؟ رئيس أنا نفسر. باقي ما وصلنا ليهاش. تفضل تفضل. واش تك حافظ لهاد العشية غير النظام الداخلي. طيب سيد الرئيس شكرا. في إطار المقتضيات ديال المادة 187 من النظام الداخلي، والتي تنص على أنه إمكانية إطارة الاعتراضات ديال بعض المواد أو بعض النصوص التي يتم عرضها على الجلسة العامة بسبب تعارضها مع أحد المقتضيات الدستورية كما ينص على كما تنص على ذلك المادة 187 من النظام الداخلي. أود أن أثير مجموعة من المقتضيات والأمور التي تتعارض مع هذه المادة من ناحية الدستورية. السيد الرئيس، أي مادة؟ المادة 84. ورا صوتنا عليها؟ لا مازال ما صوتناش عليها، لا مازال مازال ما صوتناش على المادة على المادة 84 السيد الرئيس. ودابا طيب. شوف السيد النائب، إذا سمحت. نعم. إذا سمحت السيد سي مصطفى السيد الرئيس، لا بكل صراحة شوف عندنا شو إذا سمحت السيد النائب، إذا سمحت هناك قراءات متعددة. السيد النائب واسمعني أنا، لا غير اسمعني، غير أنا اسمعني، غير أنا هذيك الأذن اللي في هذا الاتجاه سدها. هناك قراءات معددة للمادة 84. أنا تنقترح عليكم ما تم داخل اللجنة من الصعب جدا أن نعيده ونكرره في إطار الجلسة العامة. لا شوف إلى السيد النائب، هذه اللي عرفتها. لا شوف أنا السيد النائب كاين، شوف كاين، إلا سمحتي لي السيد رئيس اللجنة باغي ياخذ الكلمة. لا نعطيو، يلا تفضل. شكرا السيد الرئيس. المادة 187 السيد الرئيس لا يمكن أن تعرض بعد ذلك للمناقشة وهي في سياق المادة 186 والتصويت إلا حالة واحدة، هي الدفع بعدم القبول،
وهو اللي درت أنا قبل أن تعرض المادة على التصويت، الذي يكون الغرض منه الإقرار بأن النص المعروض يتعارض مع مقتضى أو عدة مقتضيات دستورية، ولا يتدخل في مناقشته إلا أحد الموقعين على هذا الدفع، والحكومة والرئيس أو مقرر اللجنة المختصة، وينتج عن المصادقة على الدفع بعدم القبول رفض النص المطار بشأنه الدفع. طيب، في هذه المادة أحيل على مسألة التوقيع، ولكن النظام الداخلي لم يحدد شكليات وآليات إيداع أو توقيع هذا الطلب، فبالتالي يبقى للجلسة العامة الإطارة بشكل مباشر. شكراً. نكمل السيد الرئيس، نكمل. وراك كملتي، راه الرسالة وصلت. السيد النائب، الرسالة وصلت. طيب. الرسالة وصلت، الكلمة للسيد الرئيس. السيد الرئيس. تفضل السيد الرئيس، تفضل. وبالطبع كاين خلاف على استعمال هذه المادة ديال 187، ولكن كان يجب أن يطار هذا الدفع بداية مناقشة النص برمته. وكما كيعرف السيد النائب المحترم بأن هذا النص يحال مباشرة على المحكمة الدستورية قبل النشر ديالو، يعني هذا الدفع منطقيا راه النص هذا قانون تنظيمي، هي اللي غتبت هناك محكمة دستورية أعلى من المشرع غتبت في دستورية النص. وشكرا. طيب لا نوصلوا سي مصطفى الا سمحتي، نوصلوا لان راه ماشي مساله ديال حياه او موت. لا سي عبد الله، نوصلوا. اعرض الماده 84 للتصويت كما صادقت عليها اللجنه. الموافقون؟ ولكن ما كاينش العدد الكلي. لا ما دخلينش. المعارضون؟ 104. الممتنعون؟ 1. الموافقون 160، المعارضون 104، الممتنعون 1. لا تخص التصفيق على كل النصوص ماشي على مادة واحدة. أعرض المادة 85 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة. الموافقون؟ المعارضون؟ الممتنعون؟ 1. الموافقون 162، المعارضون 104، الممتنعون 1. أعرض المادة 86 الفقرتان الثانية والثالثة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة. الموافقون؟ نفس العدد؟ 200. المعارضون؟ لا أحد. الممتنعون؟ 1. أعرض المادة 87 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة. الموافقون؟ نفس العدد. الموافقون؟ 162. إجماع. المعارضون؟ لا أحد. الممتنعون؟ 1. أعرض المادة 88 الفقرتان الأولى والثانية للتصويت كما صادقت عليها اللجنة. الموافقون؟ نفس العدد. المعارضون؟ لا أحد. الممتنعون؟ 1. أعرض المادة 91 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة. الموافقون؟ نفس العدد 266. المعارضون؟ لا أحد. الممتنعون؟ 1. أعرض المادة 93 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة. نفس العدد. المعارضون؟ لا أحد. الممتنعون؟ 1.
اعريض الماده 94 للتصويت كما صادقت على اللجنه نفس العدد الممتنعون واحد، الماده 95 نفس العدد، المعارضون لا احد، الممتنعون واحد، الماده 96 كما صادقت عليها اللجنه نفس العدد، المعارضون لا احد، الممتنعون واحد. أعرض للتصويت المادة الأولى برمتها من مشروع القانون التنظيمي كما صادقت عليها اللجنة، الموافقون. المعارضون. الممتنعون واحد، الموافقون 146، المعارضون 104، الممتنعون واحد. المادة الثانية من مشروع القانون التنظيمي والمتضمنة للمادة 12 المكررة، أعرض هذه المادة. نعم 146 164 أنا تنقترب من الزملاء اللي في الوسط. المعارضون 104، الممتنعون واحد. المادة الثانية من مشروع القانون التنظيمي والمتضمنة للمادة 12 المكررة، أعرض هذه المادة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة، الموافقون. حتى الإخوان ديال الاستقلال. المعارضون لا أحد، الممتنعون واحد، الموافقون 266، المعارضون لا أحد، الممتنعون واحد. لقد صادقت اللجنة على إضافة مادة جديدة، المادة الثالثة، أعرضها كذلك للتصويت، الموافقون. المعارضون الإجماع. عفوا المعارضون لا أحد، الممتنعون واحد، الموافقون 266، المعارضون لا أحد، الممتنعون واحد. أعرض للتصويت مشروع القانون التنظيمي برمته كما صادقت عليه اللجنة، الموافقون. لا 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 ما كاينينش الإخوان ديال العدل. لا لا شحال؟ 162. المعارضون الممتنعون واحد، الموافقون 162، المعارضون 104، الممتنعون واحد. مئة واثنين وستين السيدة النائبة صادقة. تنكمل. صادق مجلس النواب على مشروع قانون تنظيمي رقم 04/21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب. لك الكلمة السيدة النائبة. نعم اسمح لي سي نور الدين، ما سمعتك شيء معديرة. في على تفسير التصويت. على تفسير التصويت انا معك في اجتماع الرؤساء. انا معك اذا فتح هذا الباب فنحن كذلك سنفسر التصويت. انا معك. ايوه عائشة
عائشة. 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 سيد الوزير نستمروا. تفضل تفضل. سيد الرئيس، نقطة نظام غير في إطار النظام الداخلي. أنا ما بغيتش ناخذوا من الوقت ديال السيدات والسادة النواب. وطبعا أنا عزيز عليا بعض الإخوان من الفروق، خاصة السي عمر. لكن التعديل الذي يقدم عمر العباسي، حنا ما كان غير كيخصو يكون منسجم. التعديل على المادة 23 الذي قدم استند على تعديلين المادة الخامسة التي لم تقدم، ولذلك يجب أن ننتبه بأنه التعديلات اللي غادي نقراو هنا كيخصها تكون منسجمة. جوج، السيد الرئيس أدعوكم أنه تطبيق المقتضيات النظام الداخلي وخاصة المادة 187 غادي نسلمكم مذكرة في أنه هذه المادة 84 غير دستورية على أن تضمن في المحضر ديال الجلسة فقط. هذا هو الطلب ديالنا طبقا النظام الداخلي. شكرا. نمر الآن السيدات والسادة النواب، سيد الوزير، إلى مناقشة مشروع قانون تنظيمي رقم 0521 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 2818 المتعلق بمجلس المستشارين. الكلمة سيد الوزير. أشكر سي مقرر اللجنة الداخلية والجماعة الترابية والسكنة وسياسة المدينة سيد النائب أحمد بريجة على مجهوداته. تفضل تفضل سيد الرئيس. غير واحد الملاحظة السيد الرئيس، هو أنه فيما يتعلق بالعريضة التي تحدث عنها السيد النائب المحترم طبقا المادة 187، فإلى عدر في المحضر ديال الجلسة يجب أن يشار في المحضر ديال الجلسة على أنها قدمت بعد المصادقة على النص. شكرا. تفضل سيد النائب. سيد رئيس، شكرا. طبعا في نفس الموضوع السيد الرئيس، الان سيد النائب الله يطول عمرك. طبعا السيد الرئيس في نفس الموضوع، الماده 187 صريحه جدا، لا تتحدث عن مجرد الاطاره داخل الجلسه العامه، بل تتحدث على اجباريه وضع ذلك الطعن قبل انعقاد هذه الجلسه، وبالتالي محاوله استدراك الامر عبر إطارة الموضوع داخل المحضر، نحن أيضا نؤكد على هذه المسألة، نؤكد عليها على أساس أنه لم يتم، لأن حتى المادة 187 اسمحوا لي السيد الرئيس تعطي الحقية لرئيس اللجنة ولمن وقع على المحضر، وبالتالي من وقع على هذا الدفع؟ أين هو الدفع؟ إذا الدفع غير موجود، فبالتالي أؤكد على ضرورة تضمين مداخلتي ومداخلة السيد رئيس الفريق الاشتراكي. شكرا. سي مصطفى إلى سمحتي الكلمة للسيد رئيس اللجنة، ومن بعد خذوا الكلمة إذا شئتم. تفضل سيد الرئيس. سيد الرئيس، الدفع بالمادة 187 ليست لن نقف عند ويل للمصلين. المادة 192 واضحة السيد الرئيس. بعد انتهاء المناقشة العامة راه ما بقاش شي كلام من غير المرور العملية التصويت، ما عدا إذا ارتأى رئيس فريق أو رئيس لجنة طلب إعادة النص للجنة وتعرض للتصويت. من تقدم السيد الوزير بالمشروع القانون وتمت المناقشة العامة وانتهينا منها، ما عندناش الحق ندفعوا لا بعدم الدستورية لا بأي شيء، والمادة 192 واضحة في النظام الداخلي. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد النائب. سيد الرئيس، اولا نحن نتحدث عن الماده 192. الماده 192 الاطار ديالها واحد اخر كنذكروش عليه بلا ما نفصل.
لانه الماده 192 كتتكلم على من بعد ما كتسالي المناقشه العامه ما نعاودوش نعطيو الكلمه لشي متدخل الا وفق ضوابط. حنا الامر كنتكلموا على الماده 187 التي تتعلق بانه يمكن لنا ندفعوا بواحد 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 الدفع مفاده ان المقتضيات ديال النص المعروض علينا الماده المذكوره انها تتعارض مع مقتضى دستوري معين. وكاين اشكاليات. اولا الماده 187 اتت خاليه من اي مسطره واجال لايداع النظام الداخلي كله اللي كيتعلق بالمسطره ديال ايداع المذكره. ايداع المذكره هي متواجده هي موجوده وموقعه و... عفوا استمعوا استمعوا للسيد النائب استمعوا للسيد النائب من فضلكم. ما كاين حتى شي مشكل من فضلكم. لذلك سيد الرئيس احتراما لكم وحرصا على اوقات ديال السيدات والساده النواب المحترمين، لما السيد النائب المحترم السي رضا بغى يدفع بهذه الماده قبل ما تعرضوا انتم الماده 84 للمناقشه والتصويت دفعنا بهذا، قلتوا لنا كاين اختلاف في التاويل الى اخره. اليوم الطلب ديالنا الان الطلب ديالنا شنو هو؟ الطلب ديالنا بسيط للغايه، هو انه هذا الحدث هذه الواقعه وقعت اثناء اشغال هذه اللجنه. حنا كنطلبوا لكم ضمنوا هذه الواقعه تكمل. كنطلبوا لكم وهذا حقنا على كل حال وممكن كاع ما نطلبوش ويدار. هذه الواقعه مشفوعه بنسخه من المذكره اللي فيها التوقيعات ديالنا ان تضمننا في المحضر. طبيعه الحال السيدات والساده النواب اللي تدخلوا كيلتمسوا حتى هما هاد التحفظات اللي راه عندهم تضمها في نفس المحضر ونبي عليه السلام. انا تفضل تفضل سيد الرئيس تفضل. سيد الرئيس كما ان هناك نظام داخلي هناك قوانين تنظيميه اخرى. الماده 25 من قانون المحكمه الدستوريه واضحه، تقوم المحكمه الدستوريه فور احاله القوانين التنظيميه والقوانين والانظمه الداخليه للمجالس والالتزامات الدوليه لها بابلاغ ذلك الى الملك ورئيس الحكومه ورئيس كل مجلس من مجلسي البرلمان الذي يتولى اعلام اعضاء بمجلس الامر، ولرئيس الحكومه ولرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين واعضاء المجلسين أن يدلوا إلى المحكمة الدستورية بما يبدو لهم من ملاحظات كتابية في شأن القضية المعروضة عليها. انتهى الكلام سيد رئيس. انتهى الكلام سيد رئيس. هذا قانون تنظيمي، هذا قانون تنظيمي سيد رئيس. السادة سي مصطفى دقيقة دقيقة اسمح لي سيد النائب الكلمة الأخيرة للمحكمة الدستورية. لا بصراحة الكلمة الأخيرة للمحكمة الدستورية. الله يهديك الله يهديك الله يهديك الله يهديك يا سيد النائب سي مصطفى تقدموا شوية الله يجازيك بخير. غادي نعطيكم الكلمة غادي نعطيكم دابا شوف دابا دابا سي مصطفى سي مصطفى سي مصطفى سي عبد الله دابا القراءات متعددة في المادة اللي كانت موضع خلاف، لذلك نحترموا المسطرة إذا سمحتم. طيب اي غتاخذ الكلمه غير بشويه اودي غير بشويه. الله يهديك الله يهديك الله يهديك الله يهديك الله يهديك سي مصطفى سي عبد الله شوف نوصلوا في هذا الجو اللي هو سليم وبناء وجدي. تفضل تفضل سيد الرئيس. حنا نعم سيد الرئيس نعم غنقدم غتقدم سيد النائب سيد النائب
سيد نائب، سيد نائب، سيد نائب، سيد نائب، سيد نائب، من فضلك، من فضلك، السادة النواب، السادة النواب، من فضلكم، احنا نتقدم، احنا نتقدم وتخصنا نحافظوا على هذا الجو اللي هو جو اخوي مسؤول. تفضل تفضل. واخا واخا. ايه ما بغاش يعطيك. إذا سمحتم السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب المحترمين. السيدات، السيدات والسادة النواب، السيدات والسادة النواب، من فضلكم شيئا ما من الهدوء. السيد الرئيس، دابا هذه المادة كان فيها خلاف على كل حال، وحنا عبرنا عن الرأي ديالنا وتم التصويت وترنا نقطة تتعلق بالنظام الداخلي. فأنا فاجأني التدخلات اللي في الحقيقة ما كان خصها تبقى في النظام الداخلي، المادة 187. أما المادة 25 من القانون ديال المحكمة الدستورية لا علاقة له بنا، وهذا يتعلق بالمحكمة الدستورية. فلذلك السيد الرئيس لكي نتقدم، نحن نقترح عليكم هذا النقاش اللي كان يضمن. صافي، شكرا. تفضلي تفضل. تفضل السيد الرئيس، تفضل. لا السيد الرئيس، لا غادي نحن غير كلمة بثلاثة. الأخ شكرا. السيد الرئيس، ممكن نعطيو الكلمة للسيدة من التلبي. تفضل تفضل. تفضلي. نعم السيد الرئيس، هذا نقاش قانوني دستوري محمود، ما كاين مشكل، ولكن نستمعوا لبعضنا من فضلكم. تفضلي السيدة النائبة. سيد الرئيس، القواعد القانونية كتجي عامة مجردة، ما كتجيش تفصيلية. المادة 187 واضحة، نقول لا يمكن الآن تضمين أي شيء في المحضر بعد ما تم التصويت، لأن المفروض من أراد الطعن بعدم الدستورية في واحد المادة معينة يتقدم بمذكرة مكتوبة وموقعة من طرف الأعضاء الذين يطعنون في ذلك قبل المناقشة وقبل التصويت. دليلنا في ذلك السيد الرئيس هو أنه يقول لا يتدخل في مناقشة هذا الطعن ولا هذا الاعتراض إلا أحد الموقعين على هذا الدفع، بمعنى أن خاص تكون موضوعة قبل من المناقشة، قبل من التصويت، وأنهم يتفقون أن واحد هو من له الكلمة في تقديم هذا الاعتراض، باش قبل يمكن يتدارك المجلس برمته بأن مادة معينة غير دستورية ونقدروا نديروا هذا التصحيح هذا. اما وان النقاش تم والتصويت تم وتم اقفال المحضر باعلان نتيجه التصويت، لم يعد هناك. ايوا خليوها. اقول سيد الرئيس، الساده النواب المحترمون، سمعنا لكم بامعان وبهدوء. أقول سيد الرئيس، ما دام تم إعلان النتيجة النهائية للتصويت أقفل المحضر ولا يمكن أن تسجل فيه أي شيء بعد ذلك، وشكرا. شكرا. غادي تاخذ الكلمة. شكرا. تفضل. شكرا سيد الرئيس. شكرا. تفضل. الناس
السيدة طلبت الكلمة منذ مدة. تفضل تفضل. سيد الرئيس كنهضر. اسمح لي دقيقة. مرحبا. سيد الرئيس سيلحق باش يكمل الشيء اللي سمع. لا سيد الرئيس لأن ربما هذا النقاش جا بعد ما طلبت الكلمة. أنا قلت بالحرف سيد الرئيس. قلت على أنه فقط نطلب من الرئاسة أنها تضمن داك الشيء في المحضر، لكن أن تشير على أنه تم بعد المصادقة عن النص. هذا الشيء اللي قلت. حنا صدقنا عن النص، صدقنا عن النص سيد الرئيس. حين صدقنا عليه تفضل السيد النائب ليطلب من الرئاسة بأن عندهم عارضة مكتوبة من أجل تضمينها بالنا. هذا حنا خصنا تسجل هذا الشيء هكا. علاش؟ لأن هذا الشيء يرتب آثارا قانونية نحن نعرفها. شكرا. سيدة النائبة بعد دقيقة. تعادلوا 100. ما عرفتش ما عرفتش. تفضلي تفضلي. شكرا. شكرا سيد الرئيس. شيء ما من الإنسات، شيء ما من الإنسات. تفضل. شكرا سيد الرئيس. احنا اكيد سيد الرئيس كنشتغلوا في ظل يعني مقتضيات الدستور ومقتضيات النظام الداخلي. المادة 187 واضحة جدا، ما عدا بغينا نديروا شي تفسيرات وشي قراءات التي يعني ربما للجهاد لما ما كيكونش النص واضح. نص المادة 187 واضحة جدا أنه هذه العملية تتم قبل التصويت. ثانيا كما قالت السيدة النائبة السيدة أمينة الطالبي، يعني كاين واحد شكون اللي كيتدخل اللي غيتقدم بهذا الطلب، زائد ممكن الحكومة، زائد رئيس أو لا المقرر ديال اللجنة. اللي بغيت نأكد عليه السيد الرئيس في هذا المستوى. شيء ما من الإنسات سيدات والسادة النواب، راه ماشي الحسم النهائي، مازال 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 المسار طويل جدا في كل شيء، ولهذا نستمع لبعضنا البعض. السيد النائب، السيد النائب، انتم تتقلقوا بسرعة. لا والله تتقلقوا بسرعة. نسمعوا لبعضياتنا ونكونوا شوية ديال نكونوا متسامحين مع بعضنا البعض. كيفما كان الاختلاف، راه هذه هي المدرسة ديال الديمقراطية، هو هذا المجال. أما خارج هذا الشيء كله الله يصوب. ولهذا نكونوا متسامحين مع بعضنا البعض. من فضلكم من فضلكم. إذا بغيت غير نقول السيد الرئيس بأن هذا الدفع بعد بقبول واحد النص أو واحد المقتضى الذي يعني الناس اللي دفعوا به كيقولوا بأنه غير دستوري، هذا الدفع كيتعرض للمصادقة. إذا تمت المصادقة عليه هذاك النص كيوقف. ولكن حنا هاد المسطرة هذه ربما أصلا ماشي وقتها، لأن النص تمت المصادقة عليه، داز النص قبل. لو كان جاي يعني عنده مسطرة خاصة اللي ما كايناش، لذلك كان يعني كنتمناو سيد الرئيس أنه يتم احترام هاد المقتضى والتفسير ديالو تفسير سليم. وشكرا. شكرا سيد النائب. بسرعة راه ما تيحمر تيحمر، ولكن ماشي انت. ها هو حمار. يلا شكرا السيد الرئيس. مما يزكي ويؤكد تطابق او يعني انطباق هذه الماده 187 على النازله التي بين ايدينا واللي هي محل اللي هي مربط الفرس في هذا القانون كله، الطريقه التي جاءت بهذه الماده اصلا، لان هذه الماده لم تاتي بها اي مذكره. قاسم انتخابي لم ياتي في اي مذكره من مذكرات الاحزاب. خليني نتكلم. لم ياتي، وانا ما كنضربش بالحجر، ها كندوي. واش دركم هادشي؟ دركم
الديمقراطيه قول لي شويه سيدي انا قول لي العكس قول لي راه كاينه جبدها ليا القاسم الانتخابي السيد الرئيس لم تاتي به اي مذكره ما كنتكلمش على التعديلات راه تقدموا التعديلات من بعد كنتكلم على المذكرات الحزبيه لم تاتي به اي مذكره حزبيه وهذا فيه واحد النوع من النقاش علاش يا سيدي هذا القاسم الانتخابي بهذه الاهميه وما كيجيش في المذكرات ياك ثم حاجه اخرى سيد الرئيس شكرا وأن شكرا السيد لا هذه لا بد تسمعها السيد وزير الداخليه شكرا شكرا لكم شكرا